يا شباب يا شباب، النهارده عندنا خبر بمليون جنيه. عارفين ايه اللي حصل وشرطة ماينكرافت بتعمل ايه دلوقتي؟ بيدوروا على بوبي في شوارع سيرفرات ماينكرافت كلها. يعني بوبي ممكن يظهر في السيرفر بتاعك في لعبة ماينكرافت، وممكن يظهر في السيرفر بتاعنا احنا كمان. فقررنا انا وسع صفار ندخل ونشوف بوبي الشرير في شوارع لعبة ماينكرافت، وازاي ما ينفعش او منعا بتاتا عليها ان اي حد فينا ينزل في لعبة ماينكرافت او غير لعبة ماينكرافت الساعة 3 بالليل الشارع. يعني من الاخر كده، بما ان الجو ساقع وبما ان كل الناس في بيوتها، خليك انت كمان في بيتك. لو نزلت من بيتك ممكن تلاقي بوبي الشرير او الدميه القاتله قاعده بتجري قدامك في الشارع. ساعتها مش هتعرف اي تعمل اي حاجه، وهتسلم لها نفسك تقول لها اقتليني. فالنهارده يا شباب جيت انا وسع صفار عشان نتفرج على المشهد الرهيب اللي القنوات التلفزيونيه كلها بتتكلم عليه، قناه البي ام اي وقناه البي ان اي في او اي وقناه الانش ام اي، وكلهم بيتكلموا على الخبر ده يا عيال. فقررت النهارده انا وسع صفار هنقعد في الشارع لحد الساعه 3 بالليل ونختبر الاختبار ده، وهل فعلا هيظهر بوبي الشرير في الشوارع ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه النهارده. فقبل ما يبدا المقطع، بتمنى من كل واحد قاعد بيتفرج على المقطع ده ينزل دلوقتي يضغط لايك ويشترك القناه، مش يشترك وتفعل زر التنبيهات وتصلي على محمد في الكومنتات. بتمنى منك عزيز المشاهد انك تضغط لايك، عشان المقطع ده لو وصل 100,000 لايك احنا هنوصل 2 مليون مشترك. متخيلين ان انتوا هتساعدوني جدا جدا؟ فبتمنى من كل واحد يضغط لايك. بتكلم بسرعه عشان سهل يقعد يزيد دماغه اكتر، لان انا متحداه عيالي ان هو كل ما اتكلم بسرعه كل ما يزيد دماغه اكتر. يعني بصوا مثلا خلاص 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 خلاص، سكوت سكوت، اهدى 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 اهدى. اوكي يا شباب ان شاء الله مسعسع. خلاص خلاص يلا يلا. اوكي يا شباب يلا، تعالوا دلوقتي المفروض تعالوا اوريكم الشارع اللي ممكن يعني في لحظه من اللحظات هنشوف بوبي فيه يعني. فخلونا نشوف ده الشارع اللي هتيجي فيه القنوات التلفزيونيه. بداوا ان هم يحطوا الكهرباء في القريه عشان القنوات التلفزيونيه كلها هتيجي هنا ويتربصوا هنا ويقعدوا يتفرجوا على بوبي وهو بيظهر في الشارع بتاع لعبه ماينكرافت في السيرفر بتاعنا. فبسم الله الرحمن الرحيم، قررت انا والاسطوره ابو الاساطير اللي ما بيخافش من اي حاجه وعمره ما بيخاف، ها عمره ما بيخاف، خاف جري يا عيال. يعني خواف جدا يا عيال، اكتر واحد خواف يعني، اقسم بالله اكتر من ادم خواف في الكون هو سع صفار. عايز اقول لكم ان النهارده خليته يجي معايا عشان ايه ده؟ محل كاميرات؟ وات؟ سع 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 سع، تعال 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 شوف 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 شوف. اوه ماي جاد، محل كاميرات حلو جدا. هل تفكر واحنا نجيب كاميرات ليه؟ طب احنا مون، ما تسمع بقى انا هقول لك. عارف شركة البي بي 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 بتاعت التلفزيون؟ بي بي سي. ما اسمهاش بي بي سي، اسمها بي بي بي. ايه؟ لا اسمها ام بي سي 3. يا عمي انت بتتفرج على قنوات الافلام الاكشن وكده؟ لا احنا بنتفرج على القنوات الاخبارية. المهم افهم ان هم هيجيبوا كاميرات ويحطوها وما يخلوش نفسهم يبقى موجودين في الشارع لحسن بوبي يقتلهم. ايه رأيك اعمل زيهم؟ انا وانت ونقعد نتفرج في بيتنا بما انك بتخاف. طب ليه؟ بما انك بتخاف يعني انا بعمل حاجه عشان مصلحتك يا زكي. يعني هنشوف واحنا في البيت في الكاميرات. وممكن نطلع له ها في البيت. في البيت. يعني مش هنطلع مش هنطلع يعني مش هنجري مش هنجري مش هنطلع. يعني مش هصوت. لا مش هتصوت. يعني مش هياخدوا الجلد. لا مش هياخدوا الجلد، مش هياخدوا حاجه منك. لا مش هياخدوا. اوكي يا شباب بنات، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا ابو مناخير بتنجانة؟ النهارده احنا جايين لك عشان هنشوف بوبي الشرير في شوارع لعبه ماين كرافت والسيرفرات كلها. اوعى تضربه، اضربه انا. اوكي يا شباب بس بس عشان يبقى لنا بقى. واو شوفوا الكاميرات كلها بتتحرك مع بعض في نفس الاتجاه كده، شكلها اسطوري. بيكوز اتس ماي بير. ايه ده؟ 10 كاميرا 1 كيك بيكوز اتس ماي بيرز. ده النهارده عيد ميلاده. انا مال، استنى استنى عشان ناخد 10 كاميرات محتاج كيك عشان يعمل عيد ميلاده. بقول لك هسه تعالى نعمل له عيد ميلاد احسن من الكيكه اللي هو عايزها دي. يلا بس احنا محتاجين دلوقتي، يعني محتاجينك ومحتاجين محتاجين ايه تاني؟ عشان انا سكر وكده. ايوه لا لا ما انا البيض. انا بقول محتاجينك. انا البيض يعني. انت بيض. طب اسمع اسمع، تعالى نعمله تعالى نعمله عيد ميلاد واحسن من الكيكه وكده. يلا تعالى. طب بتعرف تغني؟ بتعرف تغني بالانجليزي؟ انت بالانجليزي وبعد كده بالعربي. ماشي يلا يلا ابدا انت. ابدا انا. كل سنه وانت طيب يا ابو مناخير. انت قرفان مننا ولا ايه؟ ايه ده؟ قرفان من صوتي ولا ايه؟ مش عايز. خلاص غني له، غني له انت، غني له انت.
هابي بيرثدي تو يو. ابو مناخير بتنجانه. ابو مناخير بتنجانه. ابو مناخير بتنجانه. يا اصلع يا اصلع يا اصلع يا حمار. لا الكاميرا. بس حرام عليك يا زاس. اوكي هنعمل له عيال كيكه خلاص بما ان عيد ميلاده النهارده. قررنا احنا نساعد صديقنا غلبان دوت عقبال ما الليل دوت يخلص والنهار التاني يجي بساعتها بالليل على طول بوب الشرير هيظهر. فهنحاول قبل ما النهار يطلع نكون مخلصين وجايبين الكاميرات على طول ونبدا ان احنا يعني بص قبل ما الليل يجي. شايف ان الجو نهار اهو. قبل ما الليل يجي اسلحس نكون جايبين الكاميرات وكل حاجه. هنعمل لك الكيكه يا تيلاش من خربت انجانا. كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك ورمضان كريم. يلا بسم الله. هو ما يتامرش. احنا هنجيب له الكيكه من بتاعه ماين كرافت اللي هي بالكريز والحاجات البسيطه. ايوه ما قلناش حطوا لنا اناناسه على اناناسه بقى على فاكهه الدراجون. الدراجون ده اغلى فاكهه على فكره. فاكهه الدراجون ب 200 جنيه. بقول لك ايه احنا والله ما بهزر. بص احنا ممكن نقطع راس خروف او بلاش راسه بلاش راسه ونحط لا جسمه ونجيب عليه شويه كريز كانها تورته. اقول لك ده الابيض ده يكون الكريم. تخيل كده الكرويجه كلها. ايه ده؟ وات ذا مقززه. المهم خلاص دلوقتي ندور على فرخات عشان ناخد البيضات بتاعتها. انت بتبيض انت؟ انت بتبيض؟ انت بتبيض؟ في الجيش قدامي طالما بتبيض. الكائن ده انا اعرف. يلا تعالى ده اللي بياكل الذوز. بياكل الذوز. يلا تعالى ده بياخد اكلنا. بياخد اكلك انت يا فار. المهم انا عايزك تدور لي على فرخه دلوقتي عشان الفرخه اللي احنا نلاقيها ديت انا محتاجين البيض بتاعها. وقبل ما انت تدور على الفرخه وتجيب البيض هكون انا دورت على قصب السكر. اتوقع القصب السكر قدامي على طول. لسه بقول لك قصب سكر على طول طلع قدامي. اوكي هنجيب قصب سكر. ايه ده؟ خمسه حلوين جدا. فرخه جرافل. فرخه جرافل بس دي ما بتبيضش غير جرافل. دي ما بتبيضش غير جرافل. بيضت لي فلنتة. لا 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 احنا عايزين واحدة من اللي بتبيض بيض طبيعي. بيض البني ادمين ده. بيض البني ادمين. هما من امتى البني ادمين بيضوا؟ يعني البيض فراخ دماغي معلش عامل ايرور. اوكي في سلطعون هنا. السلام عليكم يا سلطعون. المهم خلينا نسيبك من ده كله. احنا محتاجين بيض ولبن ميلك ويت. اوكي الويت ممكن نسرقه من القرية عادي يعني. الويت امره سهل. اوكي انا هجيب الويت انا اللي هو القمح. مفيش مشاكل. اوكي سهل جدا موضوع القمح ده ما تقلقوش. انا قبل ما ادور على الفرخه. انت دور انت على الفرخه. انا مديك مهمه يا ساس. مهمه الفرخه. تجيب لي فرخه يعني تجيب لي فرخه. وبقول لك ايه صحيح نسينا نسرق اللي هو بتاع الفرن ده. ايه ده انت ماسك الفرخه إيه؟ جرافل ليه؟ ها ماسك الفرخه جرافل ليه؟ عجبتني مش عارف. مش عارف مش هيجيب لي جلطه. هيجيب لي جلطه الواد ده. اوكي عاد سيبنا منه خلاص. خش عند بتاع الايرون ده ممكن يكون معاه كام حبات ايرون. عنده سيف ودايموند وخبز وايرون واتو. اوكي خلونا ناخدهم كلهم. شيست بليت ليا. والسيف ده يعمل بيه انا مش محتاج اي حاجه بالسيف الصراحه. احنا محتاجين بس ايه شويه ايرون عشان نعمل اللي هو الباكت يا عيال. محتاجين ان احنا نعمل باكت اللي هو الميلك. طيب بما اننا هنعمل باكت ميلك فخلونا اروح اجمع خشب وهجيب على طول الايرون واحلله. عندنا سكه باي. ايه فيش ولا فرخ؟ فيش انقرض ولا فرخه انقرض. طب ما بيض انت سهل. سوري 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 خلاص والله خلاص. كيف كيف هو الفار بيبيض صحيح ولا بيولد؟ ايه ده صح. ايه ده يا حلو هو الفار بيبيض؟ وات ده شوفك تقولي ده في الكومنتات بجد. اللي يعرف المعلومه ديت لاني مش عارفها. تخيل كده الفار بيبيض. ايه ده وبيدف البيض زي الفراخ. وات مستحيل طبعا صح. المفروض يعني انه مستحيل. فاين امال هم بيجوا منين؟ طيب بيطلعوا من الميه كده ويتولدوا انا مش فاهم حاجه. اوكي يلا خلاص نسيبك من ده كله. خلاص نكسر كده. لقيت وات لقيت فرخه. قول 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 نبي لقيت فرخه. بالله عليك قول انك لقيت فرخه. ها انا لقيت تلات فيله. يا سحس هو الفيل بيبيض؟ يا سحس سحس دور لنا على فرخه. سحس بقول لك اسمع. لقيت بيضه تحته. تحت الفيل؟ ايوه. انت متاكد انها بيضه تشيكن مش بيضه اليفنت؟ يا لهوي ايه دي كبيره كبيره قوي. شكلها بيضه اليفنت ملونه. بتاع بكام جد بتهزر؟ مش كبيره هي زنطوطه كده. خلاص يا عم هات هات هتلاقيها بيضه فرخه بس انت ما تعرفش في البيض. انا عارف لانك بيض اصلا. المهم يا عيال خلاص زي ما انتم شايفين ناخد الكابل السون ونجيب واحده من الكابل السون دولت ونكسر دلوقتي الكرافتنج تيبل اللي احنا عاملينها. ودلوقتي هنجيب حبايتين ايرون بس عشان نقدر ان احنا خلاص خلصنا يا عيال والله خلصنا الكيكه. انتوا مفكرين الموضوع صعب؟ لا احنا خلصنا الكيكه خلاص. احنا بس محتاجين شويه ايرون بس. خلونا ندور على الايرون يمين او شمال كده. احنا خلصنا زي ما انتم شايفين الويت معانا القصب السكر معانا اللبن خلاص اعتبروه معانا والبيض معانا.
مفيش اي منتجات تانية او اي حاجه محتاجينها عشان نعمل الكيكه لصاحبنا الفيلجر اللي محتاج الكيك عشان يعمل عيد ميلاده. ويلا بينا. خلا وانا بتكلم بسرعه قوي كده لسه مش عارف دماغي مش عارف اي دونت نو والله العظيم ما عارف اوقف لساني مش عارف مش عارف اوقف لساني كده فاهم. المهم السبب ده كله خلاه دلوقتي يجيب ايه ده في ايه في ايه والله بتكلم بسرعه ليه بتكلم بسرعه قوي يا ساس انا بكلمك جد على فكره بتكلم بسرعه قوي في ايه ماشي المهم عن السلم ده كله خلينا دلوقتي نروح نجيب في ايه في ايه امسك لساته والله المهم طيب دلوقتي نروح ندور على كهف عشان نجيب منه كام ايرون اوكي دلوقتي لقينا كهف زي ما انتم شايفين كهف اسطوري جدا خلونا ندخل الكهف ده بسم الله الرحمن الرحيم اوكي تو 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 يلا ايرون او ماي جاد كميه ايرون كبيره جدا يا ابو ساعتي اوكي هنجمع 1 2 3 4 5 6 7 9 10 لا احنا محتاجين 3 بس اوكي خلونا نجمع 3 والله عليك يا ام كامل خلونا نخرج من الكهف نروح القريه وخلاص اعتبرونا دلوقتي مش هندور غير على بقره عشان نقدر ان احنا نجيب الملك ويبقى عملنا الكيكه لصاحبنا القرابه والخير ودي بقره عشان نجيب منها البيضه. البيضه ازاي يا سحس البقره ما بتبيضش يا سحس. امال البقره بتعمل ايه؟ البقره هنجيب منها الملك يا سحس الملك الحليب البقره تجيب حليب الفرخه تجيب ملك على فكره يا الله يسامحك الفرخه تجيب بيضه بيضه احنا نجيب لنا ما هو بص احنا ايه البقره ديت ليها صاحب صح ولا لا؟ اه فلازم عشان ناخد الملك منها لازم ندي فلوس. اسد 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 اجري يا ام كامل اجري لا والله يا ام كامل اسد اسد اتعامل في موقف زي ده ازاي سحس اتعامل في موقف زي ده ازاي ان انت شوف بشوفك على النت كتير اقفل الكوع اعمل له للاسد اعمل واضربه على وشه اعمل الاسد واضربه على وشه ولا نفسي في الجنه كده اول ما تلمسه كده تلاقي المهم المهم خلاص دلوقتي تخيل كده تروح للاسد كده تقول له انت كلب خد بقول لك ايه والله لو جربها استنى ديفيكولتي نورمال اوكي يلا خلاص جربها يا عيال انا هعمل زي ما سحس قال لي اوكي يلا بسم الله اسد هناك اهو ها اسد ملك الغابه ملك الغابه ها اوكي انا خايف جدا اوكي انا واقف قدامه اهو اهو قدام ملك الغابه انت ليه كلب مش هسمع كلام الواد ده تاني والله العظيم ما اسمع كلامه تاني شايفين يا عيال الاسد ده اوعى تظبط طب طب بقول لك ايه اعمل الحركه اللي انت قلتها لي يلا قول له عار يلا اوكي عمل له الحركه اضربه بقى على وشه كف 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 يا سحس يا سحس الاسد بيجري بس احس يا عيال انا مالي انا مالي هو هو مش انا هو الحمد لله سابني 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 قرب من قرب من قرب منه تاني لو انت رجول تعال خش على اساس والله ضربة كمان اكون مت انا عارف اوكي تشاو خلاص دلوقتي احنا خلصنا انت جبت البيضه اغراضي الاسد لما قتل لي سبت اغراضي انت معاك صح معاك معاك انت كمان الويت والقصب والباكت طيب طلع لي الباكت طلع لي الباكت تعال ورايا تعال ورايا خليهم معاك خليهم معاك الويت والباكت والبيضه والقصب السكر خليهم معاك كلهم ما تحللش ولا تعمل اي حاجه خلينا بقى ندور على البقره لان دي اصعب حاجه يمكن تكون من اصعب الحاجات اللي احنا هندور عليها لان البقره صعب جدا في البيومات ديت انك تلاقيها بتبقى موجوده في اللي هو قريبه من الجونجل الحاجات ديت او بتبقى موجوده اصلا في اي مكان بس بتبقى صعب جدا طالما محتاجها صدقوني مش هلاقيها فخلينا دلوقتي ندور عليها بسم الله الرحمن الرحيم يا بقره يا بقره ما ينفعش البقره دي يا سحس السور ها عارف انت السور السور ايه ده بيضرب ولا سحس بيجري ورايا بيجري ورايا الحالي والله العظيم في دور بيجري ورايا الحمد لله جدا خلاص خلاص سحس الليل هيجي سحس لازم نعمله كيكه بسرعه سحس يلا يا سحس جالك جالك على الكره جالك على الكره ليتس جو اوكي يا بنات يلا بسرعه 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 ابو السحسيح ابو السحسيح فينو 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 ابو السحسيح فينو فينو سحس يا سحس بوبي جاي يا سحس بوبي بوبي جاي انا جاي هو جيت لك جيت لك هات هات الكيكه فين هات الكيكه يا عم بطل اكل بطل اكل سيدز بالله عليك هات كيكه هات كيكه هات كيكه كيكه بالله عليك كيكه ايوه هات هات اوعى تحطها على الارض اوعى تحطها على الارض لا قول لي قول لي يا سحس بوبي بقول لك جاي بوبي بوبي مرعب هيبلعك بوبي ايه بس هيبلعك 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 ايوه ضحكت عليك يلا 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 بسرعه هو في الراجل
راجل بيبيع كاميرات فين يا ابني؟ عبيت عبيت هنا 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 هنا؟ اوكي انا وانا قاعد بلف عليه ده طلع اول نص عيال. اوكي يلا خد. هو راح فين؟ هو راح فين؟ لا مش هو ده، تاني اخضر ده مش دول. اوكي خلاص هنحط له كده ونرجع. الزومبي قتله. ما نرجعه. ما ممكن ما يكونش الزومبي، لان انا اصلا في بلوكات مخفيه ممكن يكون بوبي ابتلعه. بوبي ممكن اصلا يكون موجود. شوف اول شفت اول مسج مسج بوبي قاعدين بيتكلموا عليه. تعالى 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 حط الكاميرات بسرعه. حطها فين؟ حطها فين؟ في العواميد دي بسرعه. حطها في العواميد. ينفع؟ حط اتنين هنا؟ ما ينفعش. جرب. ما ينفعش. والله ما ينفع. عارف احنا لازم نعمل ايه؟ مش في التوب بتاعها، حطها كده عليها جنبها. طب هات بلوكات بس. ما ينفعش. هات بس بلوكات. هات اي بلوكات معاك. بلوكات؟ انا عرفت انا هعمل ايه. بس بلوكات اساسا بسرعه. يا اساسا اي بلوكات اساسا خشب اللي معاك مش مشكله بسرعه. اوكي خلينا نكسر شويه الديرت. هاي ثلاثة هم. هاي ثلاثة ماشي ماشي. وقعد تاني. هات تاني. اديني تاني. جمع تاني. اوكي هجرب ان انا اعمل حركة كده. احط اللي هنا الكاميرا فوق. ما ينفعش برضه. طب احط بلوكة. ينفع احط بلوكة. طب خلوه احط واحدة كده. تمام. اوكي. وبعد كده هنقوم مفعلينها. اوكي استنى شوف. ايوه جبت الشارع اساس. يا برو. اوكي انا شفت الشارع كله. تمام. هات تاني. تمام. تعال ورايا. اتجمع على طول اللي انا بقف عليه ده. يلا. تمام. الدي. ايه دي؟ بيضة؟ دي بيضة كلب دي ولا ايه؟ ساعة سيبك منها ساعة. مش وقته. اوكي خلينا نحط دي فوق. لا فوق. مش عارف استنى مش عارف احط بلوكة فوق. ايوه كده. يلا اوكي نحطها فين؟ نحطها هنا. اوكي نفعلها على طول. نفعلها. اوكي اتفعلت. خلينا نشوف يا عيال من المنظور ده. اوكي جايبين الشارع كله تقريبا. ساعة هم كفاية كاميرتين. ارمي الكاميرتين التانية لسه تلعب بيهم. يا عم هم اتنين بس حلوين. يلا تعال. لا اقول لك استنى ممكن احط واحده في القريه. استنى. السلام عليكم. انا اسف يا اسد. ضربته. جري بسرعه الجو مليل. بالله عليك ما عايزين نغلط غلط. نحط واحده هنا ونفعلها. وهنحط واحده هنا ونفعلها. واحده هنا. اوكي خلاص سحس هنا اهو. حاضر اهو. مش هينفع احط لك هنا. ايه ده باظت ولا ايه؟ لا باظت. لا دي بقت كاميرا اللي بتتحط في السقف. اها وانا اجرب كده. ايوه هي. يلا خلاص اتفعلوا. تعال نسخبها في اني بيت. تعال في البيت ده. تعال خش اقفل الباب. ايوه هستخبى فوق هنا. خلينا بقى نتفرج على بوبي. يلا بينا. بسم الله. الكاميرا الاولى. اوكي مفيش اي حاجه. الكاميرا الثانيه. اوكي مفيش اي حاجه عيال لحد دلوقتي. زي ما انتم شايفين الجو بيمطر. الجو جميل جدا الصراحه. اوكي الكاميرا الثالثه برضه مفيش اي حاجه. الجو لذيذ جدا لحد دلوقتي زي ما انتم شايفين. كل ده بيتصور. شايفين فوق على الشمال. اوكي خلاص اوطي صوت الوزر شويه. اوكي تمام كده حلو جدا. خلينا نوطي صوت الرعد والبرق ده. صوته مزعج جدا برضه. تمام كل الاصوات نوطيها. وخلونا نشوف بوبي فين بقى. يلا بسم الله. زي ما انتم شايفين كده الكاميرات ديت حتى جايبه النص كده بتاع القريه. ساحس انت ورايا صح؟ ساحس بوبي موجود. بيتمشي في الشارع بتاعنا. شايفينه يا عيال؟ ده بص على الكاميرا. لا بيكسر الكاميرا دي على اللي حاطها. او ماي جاد ممكن التصوير يفصل عليا في اي لحظه. او ماي جاد لو كسر الكاميرا اللي فاتت. ده بيضرب الاسد. ده بيقتل الاسد يا عيال. قتل الاسد. او ماي جاد يا عيال متخيلين؟ قتل اسد وبياكل اللحمه بتاعته. او ماي جاد ده شرير بطريقه مش طبيعيه. ايه ده هو شايف الكاميرا ولا بيضرب على الكاميرا بيض؟ انا خايف يكسر الكاميرا دي لان لو كسر الكاميرا دي التصوير هيقفل. لا بالله عليك. اوكي مشي يا عيال. هو مخرب كده عيال. بيمشي يخرب في القريه. بيمشي يخرب في اي حته. اوكي خلينا نشوف من هنا داخل القريه. اوكي بيتفرج على البيوت. تمام المشكله لو لاحظتوا من الكراويين كلهم اختفوا. الكراويين اول ما شافوهم في القريه اختفوا. مفيش ولا كراوي في القريه. وكده داخل على كراويين البيت. بيقتلهم. لا
والله لنتقم منك، والله لنتقم منك، تعالى انا اوريك معي السيف. ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.